اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. كابتن تامر برضو مش هتقول لهم على الحوار الفني اللي دار بينا؟ لا بكره بقى بعد الماتش اللي هنتكلم فيه. طب انا عايز اقول لكم على حاجه يا جماعه. اسلام كابتن اسلام طبعا متفق معايا في الثلاثه اللي لعبوا ورا اجاي، متفق معايا على جيرالدو، متفق معايا على كهربا. لا انا اتفق معاك بس بدون معلومه، يعني ده توقع. انا حابب ان الثلاثه دول يلعبوا. ما بقول لك لو سالتني ده وجهه نظري. لكن هو هيعمل ايه؟ لا ما هيلعب محمد هاني وهيلعب ياسر ده الواقع بيقول، لكن انا وجهه نظري كده. بالظبط. وانت كان عندك مثلا مخاوف من مصطفى محمد، علشان كده ده سبب اختياري لاحمد فتحي. فانا عاوز اقفل الحنفيه اللي هي هتغذي مصطفى محمد، اللي هي الكرات العرضيه اللي هو مميز فيها. فاقفلها ازاي؟ اقفلها من عن طريق الاطراف اللي بتدافع كويس. ايوه. عن طريق فتحي اللي ممكن يقابل بن شرقي او زيزو ومع علي معلول. وعشان سبب اختياري لعلي معلول، يعني لما تيجي تقول لي مين اقوى في النواحي الدفاعيه، فتحي ولا معلول؟ فتحي طبعا. حلو قوي. انا هعوض دي اللي هو معلول بايمن اشرف اللي هو اصلا كمان باك ليفت. ده كان سبب اختياري كمان لايمن اشرف، ده جزء من اسباب اختياري طبعا لايمن اشرف. تمام. اوكي. يعني دي هي طبعا هي في النهايه هي وجهات نظر، كل واحد بيقول وجهه نظره، لكن هي في النهايه انت عندك مدير فني الحقيقه طبعا هو اللي بيختار، هو اللي هيتحاسب وهو اللي بيكنس. مدير فني ما شاء الله من سنين طويله ما شفتش مدير فني مجهز اكتر من 90% من فرقه من لعيبه الاهلي. يعني اللهم ان اللعيبه المصابه. انت بكره اي حد هيلعب مش هيبقى هناك حاله من القلق خالص. حد خالص ممكن تبقى انت شايف ان في افضل اي ثلاثه ممكن يلعبوا بكره، اجاي او اليو باجي او مروان، عادي جدا ممكن تلعب واحد منهم وتودي اجاي طرف شمال، ممكن تلعب كهربا، ممكن يعني كله ممكن ده يحصل بكره. خلي بالك هو مجهز اللعيبه كلها اصلا، هو مجهز اللعيبه كلها، فده بالتالي بيدينا اريحيه. بالظبط. بيدينا افضليه وبيدينا ان انت تبقى مستريح ومستني قرار المدير الفني في كيفيه اداره هذه المباراه. وخد بالك مظبوط، التغييرات كلها الفتره اللي فاتت تغييرات بتفرق ايجابا مع الفريق. ايه الاختلاف ما بين كارتيرون وفايلر؟ لا الاختلاف